مرحبا. مثل ما شايفين انه بعدني طالعه من الحمام وشعراتي مي، ورح استفيد من الفرصه لانه نحن هلا قادمين على صيف، وبالصيف دارج اكيد البيتش ويفز لانه هو احلى شيء. فمثل ما انا وعدتكم مره انه بدي اعمل فيديو لفرجيكم كيف بعمل شعري يطلع كيرلي طبيعي وحلو من دون ما اتعذب فيه، هلا بدكم تتابعوني للاخر لتشوفوا شو، خصوصي انه في حيله. احذروا بشو رح اعمل شعري. ترا هلا بتكتشفوا هيدا الشيء لشو بيساعدني، ومن هلا لتكتشفوا ما تنسوا تكبسوا على الجرس لينزل كل فيديو جديد لإلي عندكم. اول خطوه بنعملها انه بنستعمل موس الشعر، واكيد بنستعمله بس على اطراف الشعر، ممنوع يكون قريب من الجذور لانه كل شيء جال وموس وقصص كثير ثقيله معقول تسكر مسام الشعر وتضره، واكيد بتسبب القشره، فخلينا بعيد عن الراسين. وشو كمان بدي اقول لكم، اكيد بنحط هو والشعر مي. وشيء المهم كمان انه انا الغره من قدام، لانه بس نام وقوم يعني بكره بحسها ايام بتنفش، فبترك هيك غره صغيره من قدام تعملها على السشوار، شوي بكسرها على السشوار بطريقه انه تضلها كمان بيتش ويفز، وبركز على ورا. فهيدي الغره هون رح اتخلى عنها، هيك بزياده هيك بضل قادرة مسيطرة على شعري ما بينفش قدام وجهي. اوكي اكيد صرتوا شايفين هيدا المنظر الحلو شي زليار مرة، فهلا انه ارجعوا شوفوه لانتقل لحط الموس. ومننتبه كتير انه ما نحط موس على الغرة، ما يجي على الغرة موس لانه ما نعرضها للسشوار بطريقة قريبة، وهيدا الشيء اكيد منه منيح. عملت لكم هيك موديل بالكعكة. هلا صار وقت الموس. اللي رح نعمله انه رح نستعمل هيدي المصفاية، اكيد جايبتها جديد ماني مستعملتها قبل، استعملتها اول مرة لجربت الحيلة. هلا انا رح اقول شغله، انه عندي سيشوار بيركب له راس بيشبه هيدي، بعمل شعري عليه بيتش ويفز بهالطريقه، بس بما انه اللي ما عنده هيدا الراس تبع السيشوار ففيهم يستعملوا هيدا الشيء. انا جربتها قبل وكثير زبطت مش شوي. ليه؟ لانه هيدا الشيء مصنوع من هون من حديد او اسلاك حديديه صغيره بتقدر تحمى، وبنفس الوقت تحمي الشعر من انه كثير يتعرض للحراره الكثير قاسيه، وبنفس الوقت بتجمع كل الشعر بقلبه بتخليه ياخذ الفوليوم او التموجات الحلوه والطبيعيه تبعه. فيلي رح نعمله انه رح اجمع كل شعري واحطهم بقلب هيدي، واكبس شعري طلوع فيها وعرضها للحراره السخنه لاكثر وقت ممكن لحس انه جف شعري مزبوط، ورح نشوف النتيجه سوا. وهلا من بعد ما حسيت انه نشف شعري مزبوط وعطى نتيجه، ضبيته بكليبس كله بنفس الطريقه، خليته هيك مجعد ضبيته بكليبس لاعمل شوي الغره. شوفوا كيف رح اعمل الغره بطريقه كمان تبين انها تبعته بس تضلها كمان مرتبه على الوجه. خلص الغرة وهلا لنشوف النتيجة.
شوفوا قدي شعري عاطي ناتورال. وانا هلأ في شغلة بحب اعملها تبين كله، ليكو اذا بتلاحظوا انه الغرة من قدام اخذ الشعر من ورا. هلا انا عندي هيدي الفرشايه العريضه ثاقبت معي، بس هو الاحسن انه تنعمل على فرشايه ارفع من هيدي، بيطلع بعد الويفي اكثر شوي، بيطلع بفوت بال يعني مثل ما بيقولوا بخوتم مع الشعر، يعني بفوت بكل الشعر، بتحسوه بعد ناتشورال اكثر. هلا انا يلي رح اعمله انه رح اخذ المشط تقعتيه بعد شويه فوليوم، ونفش قرص الراس من ورا ماشي. يعني ايام بقول يا ريت في اعمله هيك على عرس، بتخيل انه رح نوصل على ايام هيك نصير نعمله، لانه كثير عم يدرج هيدا الشعر المواش هالقد. وهلا فيكم تشوفوا شعراتي، قلت لكم كيف مره بعمله كيرلي، وهيدي الطريقه يلي بعمل فيها شعري يطلع كانه بيتش ويفز كله حيويه. ما تتخيلوا قد ايه عن جد اشتقت اعمل شعري هيك، لي اكثر من سنه ماني عملته هيك وكثير حبيته، يعني بتخيل انه من هلا رح علق عليها هيدي التسريحه. فاذا انتم كمان حبيتوها ولقيتوها انه مفيده لإلكم، خصوصا اذا ما عندكم راس سشوار يلي قلت لكم عنه، ما إلكم غير تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتتركوا لي اكيد كل تعليقاتكم بخانه التعليقات، وانا اكيد بشوفكم بفيديوهات لاحقه. باي.